أول حاجة نبدو بالفلاح، الفلاح الدقدق. بالت التبن فهمت الله ب 13,000، الشاير ما ذمش، النخالة ما ذمش، السميد ما ذمش، ذاك العباد، الزيت الحاكم ما ذمش. خلونا البلاد، كنا 10 سنين أنا قريت ستة في عهد بن علي، ستة، وكاري ب 450,000، وخرجت الأستاذة والصحابية والمهندسة. جيت الخادم في بنتي قال لي أعطيني 4 ملايين. شنو هو هذا؟ البلاد أش خلوا فيها؟ حمل مسؤولية اللي شادين البلاد، العشر سنين هذا مش عملوا فيها البلاد؟ شو عملوا لنا فيها البلاد؟ بلا حالة دقدق، تبرا شوف العباد اش تعاني. كان ثم عشان يدور على الكوريات، تدور على الفلاحة برا شوفها. بط تبن 13,000، الشاير مش لاقينا. شنو عندنا؟ ما عندنا شيء، جوعنا، السميد ما ذمش، زيت الحاكم ما ذمش.